عدنا لكم من جديد، الجزء الثاني أو الثالث، الجزء الثالث من جولة اليوم يوم السبت في مدينة ستوكهولم. اليوم 29 ولا 28، يوم متوقع 29 الشهر، في مدينة ستوكهولم. هايونا سكن هاند في السفينة، سكن هاند جماعة، السكن هاند كمان في بالسفن عندنا بستوكهولم، سكن هاند إذا حابين تيجوا تشتروا. احنا قريبين من جرونالوند، وعندكم بضاعة هون. هاي السفينة عاملة سكن هاند، هاي السفينة دائما هون بعمل سكن هاند وبيبيع. هاي طابعة تبعون جماعة الجولف. اهلا وسهلا بكم من مدينة ستوكهولم. هاي هون جولة حول البحيرة، هسا عملنا جولة عند سراند فيجن ونكمل جولتنا، نمشى هاي السفن حوالينا. منطقة جميلة جدا قريبة من جرونالوند، مدينة الألعاب في مدينة ستوكهولم. الناس تيجي هون تأكل بوزة. في متاحف، هاي متحف الفايكنج، هاي المتاحف معظمها مدفوع، يعني في تذاكر لازم تدفع تذكرة. في أكثر من 20 متحف في ستوكهولم بلاش، فري. في متاحف مش مجانية، بس أغلب المتاحف المجانية يوم اثنين مسكرين. بدك تحط ببالك إذا جاي على ستوكهولم وبدك متاحف مجانية يوم اثنين، أغلب المتاحف المجانية مغلقة، لكن المتاحف المدفوعة تقريبا طول الأسبوع مفتوحة، حتى سبت أحد. في عندك متاحف كثيرة، متحف البحر المتوسط، متحف القرون الوسطى، متحف الفايكنج، في متاحف كثيرة في مدينة ستوكهولم. أهلا وسهلا بكم من ستوكهولم، يوم سعيد. شو بتحبوا من الأشياء هاي المستعمرة؟ أشياء في شكلها زي الجديدة، هذا الجرن كنا نسميه الجرن، شو اسمه هذا؟ كنا ندق فيه التومة زمان، أيام ما كانت الشاي تبعت التومة الجديدة، حركات التومة الجديدة. هاي شغلات حلوة، هاي مزهرية حلوة، في عنده شغلات حلوة جديدة. هذا سكن هاند عند البحر، عند جرونالوند، ستوكهولم، السويد. ايه شنا يتفنت هون، في شغلات كمان حلوة. هذا دائما موجود، لسه في جوا، يعني عنده شغلات كثيرة جوا. هاي البسكليتات، هاي هناك البوزة، جماعة البوزة هناك على الدور طابور. خلنا نتمشى هسه هون على، طبعا في كافتيريات، في قعدات حلوة فوق. خلنا نفرجيكم هون الكافتيريات هون، بس أكثره يعني هو فيها كابتشينو وما كابتشينو، أغلبها بتعرفوا بيرة وما بيرة، بس إنه اللي بده يشرب قهوة بيشرب قهوة. فهي هيك طبيعة الكوفي شوبات في أوروبا، يعني إنه بتلاقي فيها الأغلب البيرة والمشروب هاي، اللي خصوصا عند البحر الناس بتحب يعني تيجي تقعد عند البحر وتشرب مشروب وتتغدى. فهون هاي هيك، هاي القعدات هون. هلا منروح، وهيك الاتجاه زي كأنك رايح على الجرونالوند. خلينا نكمل جولتنا هنا، بنتمشى ونتسلى مع بعض. شو حابين نحكي عن ايش؟ شو كيف تقضوا يوم العطلة تبعتكم؟ خبروني ليكون في عندكم طرق حلوة مسلية ليوم العطلة. شو بتعملوا بيوم العطلة؟ تروحوا على نادي بولينج، مولينج، بلياردو، ولا بتضلكم قاعدين على التلفزيون؟ شو في نشاطات؟ بتلعبوا رياضة، بتلعبوا كرة قدم، تروحوا رحلات، تروحوا على البحيرات؟ شو أغلب إشي بتسووه بالعطلة؟ تطبخوا لكم طبخة، تتسلوا بالطبيخ، تتسلوا بالمشاكل، بتشوفوا لكم طوشة قديمة بتجددوها. في ناس بالعطلة بكثروا طوشهم للأسف، لأنه الفراغ إذا ما بتعمل إشي بتبلش عقلك في الطوش وفي المشاكل. في ناس متخصصة يوم العطلة يوم الطوش، حتى الأولاد بصيروا يهربوا من البيت، بجددوا بدل ما يجددوا الحب بجددوا المشاكل والطوش. هون العالم تطلع بالعطلة. حكونا شو بتسووا بالعطلة؟ شهيتنا تسافر. والله أهلا وسهلا فيك، يعني السويد ودول أوروبا فيها تشابه، بس إن الإنسان بيكون عايش في بلد شاعر ما فيها إشي، بس لما حدا ممكن يفرجيه يقول لك والله فيه.
يعني هلا هون لو اقول لك اني انا باسطنبول ممكن تصدق. اي شعور المكان. هاي الطيارة وينها؟ شعور هسه لو اقول لك انا هون في اسطنبول، ها اقول لك هاي اسطنبول. بس هي شغلة شيكة انه الواحد سبحان الله بحب يعيش الرحلة والتجربة اما تيجي تقول له انت في استوكهولم وعايش باستوكهولم يقول لك يا اخي انا زهقان استوكهولم اللي فيها، وكأنه استوكهولم كلياتها متعلقة فيه. طبعا احنا هون جنب الفازا ميوزيوم والموزيت، متحف السفينة الغارقة، هون كله عندنا متاحف، متاحف سفن ومتاحف متنوعة. فاحنا في جزيرة جرونالوند، جزيرة يور جوردن، جرونالوند جزيرة يور جوردن هي من أهم الجزر السياحية في مدينة ستوكهولم. هيا دول نايمين، تصبحوا على خير. هينا بنتمشى مع بعض، اكتبوا لنا شاركونا. أنا أحيانا ما بشوف تعليقاتكم برد برجع لها، فشاركونا شو شو الروتين، روتين العطلة تبعكم شو بتسووا. يعني هلا الواحد فينا طلع زي هيك تمشى اشي، بروح على الدار جوعان مشتاق للأهل، مشتاق للقعدة، بقعد على البلكونة بغير جو، بصلي العصر، بعمل له فنجان قهوة، كله حبة شوكولاتة، بعدين بحط له مسلسل، بحط له فيلم. إذا الواحد شباب ما في وراك شيء بروح بعمل له جولة، بروح له على مكان بسهر، بمكان بقعدة بإطلالة. خلنا ناخذكم على السفينة هاي جوا نتمشى فيها. احنا في يور جوردن ستوكهولم، يور جوردن. يا ريت حدا يكتب للجمهور للمتابعين، احنا في ستوكهولم السويد، يور جوردن مقابل فازا موزيت، متحف السفينة الغارقة، من اشهر الوجهات السياحية في مدينة ستوكهولم. هاي السفينة الغارقة هون، هاي مغطين الوضع كله. ناخذكم جوا السفن هاي نتمشى. هاي هون يور جوردن ستراند، ما بعرف اذا مبينة عندكم مزبوط. هون السفن هاي بيقدر الواحد يدخل يتفرج عليها، يعني عاملينها للناس يتعرفوا على ثقافة البلد وعلى تاريخ البلد. هلا بندخل هون نتمشى شوي نفرجيكم السفن. طبعا كما اعلم انه ببلاش، ما بعرف اذا صار بمصاري. هاي هون اذا بدك تاخذ لك شغله، فهون بتدخل تتفرج على السفن. السفينه اللي بتعجبك اطلع وتفرج. هاي المدفع، هذا كل ما اشوفه بتذكر رمضان، مدفع رمضان، بس ما بتذكرش الحروب. الله يبعد عنا وعنكم الحروب يا رب. مسافرين، ريحة السفن سبحان الله غريب، هاي ريحة الخشب القديم، في اشي هيك ريحة غريبة سبحان الله. اهلا وسهلا بكم، يا ريت تدعموا البث وتكتبوا لنا من وين بتتابعوا وتعملوا مشاركات عشان يوصل لاكبر عدد ممكن، وتشاركونا شو بتعملوا يوم العطلة. بتعملوا مقلوبة، بتعملوا سبانخ، بتعملوا معجنات الفترة الصباحية، الفترة المسائية. شاركونا ما هو الروتين، روتين العطلة. هاي السفن كلها بتقدر تجيب أولادك تعمل لك جولة سفن. يا حبيبي يا جميل يا جميل، وين تايتانيك؟ ها نحن بتايتانيك. ما حدا شارك، كلكم نايمين. والله التعليقات عشان الشمس ما بشوفها كلها. الادرس حكينا لكم، يور جوردن ستراند، اسطنبول. منيح كويس، شهيتنا نسافر، قرينا اجواء حلوه حلوه. شمعدان يهودي، ما في تعليقات، كلهم تعليقين ثلاثه.
نشوف هذول الاخوان سكرين الطريق. Excuse me. I'm sorry. قريب. بام قريب. ترون. هنروح نتفرج على السفينة الثانية اللي هناك. جولة بين السفن هنا ببلاش يا اخوان الكرام، جولة مجانية تتفرج على السفن القديمة وتاريخها. طبعا مكتوب المعلومات كلها، اذا انت شاطر بالانجليزي او بالسويدي بتلاقي المعلومات كاملة بالانجليزي بالسويدي، او بتستخدم المترجم جوجل وغيره، فهون كاتبين لك عن السفن وكل شيء، كل المعلومات. هاي الناس زي ما انتم شايفين، هاي هون حاطين لكم هاي المراوح، هاي تبعت السفينه، هاي اللي بتخليها تتحرك. هون سفينه حربيه، خلينا نشوف هاي السفينه الكبيره، جوله سريعه فيها وبعدين نروح على ستراند فيجن. ستراند فيجن كتير حلو. هاي السفينة، ايش اللي هذا؟ هذا ذكرني بسفن ألانيا، زيك في بألانيا سفن، بس هدلاك عاملين لك اياهم زي القباطنة وما قباطنة، بيعملوا فيهم حفلات في ألانيا في تركيا. الميزة الحلوة اللي في تركيا يا إخوان الكرام، في نشاطات كتير جماعية، رحلات سفاري، على رحلات جماعية كتير في تركيا، رحلات بالبحر، رحلات في البر، رحلات بين الجبال، وأسعارها كتير كتير حلوة. بس مشكلتهم في تركيا للأسف يعني الناس، يعني مش عارف الواحد يحكيها بالبث ولا ما يحكيها، يعني كثير ناس تتعرض للنصب والاحتيال، النصب من التاكسيات، من المطاعم، من محلات الملابس للأسف. يعني بس يعرف انك سائح بتلاقيه بأي طريقة بدي يحاول انه يضحك عليك، الفاتورة من 500 بدي يحاول يوصلها لألف و 1500 للأسف. هذا بيصير، يعني صار معنا وصار مع أهلنا ومع ناس كثيرة في تركيا، ما بتشعر بأمان يعني في سياحتك. اكتبونا تجربتكم تركيا كسياحة. هون نوعا ما انت كل شيء على البطاقة، لو معك بطاقة بنك ولا لازم تحول لا عملة ولا دولار ولا يورو ولا ما يحزنون. اصلا احنا بالسويد ما بنعرف شكل العملة، نسينا شكل العملة، ما بتعامل بالعملة بالسويد، ما بنتعامل بالعملة السويدية. أنا بالنسبة لي بعرف شكل العملة السويدية، نسيتها، كله طيفة بالبطاقة. فاللي جاي على السويد، إذا أنت عندك فيزا، ماستر كارد، أي حاجة بالتلاجة، انسى موضوع المصاري الكاش وانسى موضوع الدولار واليورو، إلا إذا أنت حاب تجيب لك معك مبلغ بالكرون. يعني هنا مش بحاجة إنه أنت يكون معك أي عملة أخرى. فاللي بيجي سياحة على السويد، غير عن تركيا وغير بعض الدول الأخرى اللي بتتعامل بالكاش، وهناك عادة الإصرافي، كل مكان إصرافي شكل، وكل يعني بتشعر إنه أنت بضلك زي اللي خايف إنه يضحكوا عليك، ينصبوا عليك، شوفير التاكسي، محلات الملابس. لا، هنا الأسعار شبه ثابتة، يعني بتروح على محل إذا بتقول له البنطلون أبو 200 أعطيني إياه ب150، بصير يطلع فيك بقول لك شو أنت من وين جاي. ما في هون الأسعار ثابتة نادرا، إلا عن جماعتنا العريبة، جماعتنا على المحلات العرب ممكن، بس المحلات السويدية السعر ثابت هون، ما في تفصيل وما مفاصلة. جماعتنا دائما بحبوا يشعر حاله غالب مش مغلوب، دائما بدخل على المحل بعقلية بده يكسب، بده يخفض السعر. نطلع على السفينة من فوق. شو اليوم البث ضعيف، كان قوي قبل شوي، يلا هلا بنقويه، نطلع لوج يلا. طبعا هاي السفن زي ما حكيت لكم جولة بلاش، هاي قريبة من الفازا موزيت، متحف السفينة الغارقة. هاي نحن مقابل السفينة الغارقة،
وجولة مجانية هون كل السفن تتمشى فيهم ببلاش. No money. No need money. ما بدك مصاري. هاي نحن مقابل الجرونا لوند وكأنك باسطنبول. هاي السفن كله شغال. يعني شو الفرقة كتير عن كتير عن اسطنبول؟ حكولي شو شعورك؟ شو اللي بتفرق كتير؟ هناك بتلاقي لك حدا بيغني على الشط، حدا هنا في كمان ناس. يعني بدون تشبيه بدون مقارنة، بس اسطنبول عالم. اكتبونا جماعة اسطنبول وتركيا شو الفرق بين جولة في ستوكهولم وجولة في اسطنبول؟ خلينا نشوف آراءكم، الرأي الحر. شو هاي؟ سانكت إريك. هاي السفن عبارة عن متاحف، هاي السفن ما بتتحرك، هاي للذكرى، هاي عمرها 100 سنة 150 سنة. فهاي السفن متاحف، متاحف مجانية. هاي السفن متاحف. هاي الجرس رن رن يا جرس حب ولي وركب على فارس. يا الله طاق طاق طاقية شباكين بعملية. رن رن يا جرس حب ولي وركب على فارس. شوفي هون، شفنا هون احنا هاي هون غرفة القيادة. هنا بناموا. ورن يا جرس. أهلا وسهلا، أهلا حياكم الله. يا ريت تدعموا البث يوصل لأكبر عدد ممكن. هاي جولة في اليور جوردن في مدينة ستوكهولم. هاي السفن يا أخوان الكرام عبارة عن متحف، تدخل دخول مجانا عشان تتعرف على تاريخ البلد وعلى صناعات البلد، وفي متاحف مقابل تذكرة معينة زي متحف السفينة الغارقة اللي ورانا. ورن رن يا جرس وحول وركب على الفارس. طاق طاق طاقية. شو بتعملوا يوم العطلة؟ خبرونا. لحد الآن ما حدا خبرنا، ما حدا قال لنا بسوي صينية كفتة، ما حدا قال لنا بحضر أنا وولادي مسلسل كذا. نروح على الجامع نتعلم قرآن، نروح على نادي نتعلم رياضة، نعمل جولة مشي صباحية، نعمل معجنات الصبح. شو بتعملوا؟ يعني احنا كل الشغلات اللي حكينا لكم إياها هي عملناها.
هاي هاي الكلب هذا اللي بعزب بعضه، هذا فيش عندهم مرمحيني، عضه واحدة بجيب خميرك. اهلا اهلا، الحمد لله والله بخير بخير الحمد لله، الله يسعدك يا رب. فاحنا قاعدين نسألكم يعني، شاركونا بالتعليقات عشان نعرف احنا كمان المرة الجاي شو نعمل في يوم العطلة. فشاركونا، بتطلعوا بسفينة، بتطلعوا بطيارة، بتطلعوا على العمارة، بتطلعوا على السطح، بتعملوا بوب كورن، تروحوا على السينما. شو آخر فيلم حضرتوه بالسينما؟ شكرا شكرا، بارك الله فيك، الله يسعدك يا رب. هاي الماتورات، هاي السفينة جاي هناك. هاي الحبيبة نايمة مرتاحة بين يدين الحبيب. حبيبي يا عيني ويا عيني يا ليل، والله اشتقنا اشتقنا لعيونك. زي ما انتم شايفين هاي السفينة هيك زمان كانت. طبعا في عدة سفن، كل سفينة لها ستايل، لها نموذج معين. احنا مقابل متحف السفينة الغارقة في منطقة اسمها يور جوردن ستراند، مقابل يور، مقابل فازا موزيت. خلاص خلينا نطلع من السفينة، كفي. يوه. في نزلة، في طلعة، ضعنا. هاي المطبخ، شو طبخين اليوم؟ تعالوا خلينا نطبخ. هاي المطبخ، شو في عندهم؟ في طواو، في كاسات، والله في كاسات. مطر وهواء وجو عاصف يا حبيبي، كان هواء يعني جيتنا العاصفة. هاي هون المطبخ يا جماعة الخير، هاي المطبخ بالسفينة، هاي هون كانوا يطبخوا. الله أعلم شو صار فيهم هسه، هذول قديمين، كلهم قديمين. هاي الشباك، شباك حبيبي. آه قزاز، شو فيهم؟ هون حاطين الكاسات هاي الثلاجات، هاي المطبخ. شو اسمه؟ ماي بارد وماي سخنة، شاي. شرب شي شاي، شرب أزوزة، أنا ما شرب شي شاي. والله يتفند يتفند، وين نروح هسه؟ في غرف نوم، نعست نعسنا بدنا ننام. والله يا اخوان كرام، مرات بس اروح على السفينه بنعس. انا بحب اضرب دش بالسفن، ما بعرف ليش، بس اطلع بالباخره الكبيره احلى اشي، تضرب لك دش اول ما تطلع، وتروح تقعد بالبوفيه تتغدى يا حبيبي وتتفرج على الجزر. مستعدين نطلع لنا رحلة؟ نروح على فنلند بالباخرة. مستعدين نطلع لنا رحلة؟ نروح على فنلند بالباخرة الشهر الأسبوع الجاي. مين جاهز نروح على فنلند ولا أستونيا، ليتوانيا، ونروح على سندريلا؟ نروح لنا يوم ونرجع صدرد. أنا بحب أكثر من يوم، بس هسه في شغل، ممكن نروح لنا يوم. يوم ورا يوم حبيبي، ورا يوم. رحت على رومانيا، عملت معاملة تبديل شهادة سواقة، تركتك والله. عملنا بس ما كملت. جماعتنا السفير الأردني مو راضي يعطينا الموافقة. هاي غرفة النوم، هاي مسكرين قزاز حاطين. سفيرنا الأردني مو راضي يوافق لنا، ما بده يعطينا. سفارتنا الأردنية ترحب بكم. ستوكهولم، احنا في السويد، في ستوكهولم، في السفينة. هاي جوا السفينة، هون اذا بدكم تدخلوا على الماتورات. هاي دخلنا على الماتورات يا حبيبي. بلد انا بعشقك، انا مشروع اللي بتفرج على السفينة من برا
بفكر القصة شغلة بسيطة. والله العظيم عالم عالم. يعني السفينة أنا بشوفها تعقيدات أكثر من الطيارة. باركيرينج للسيارات، مواقف، قصص، ماتورات عشان التلج وعشان البرد. ننزل تحت على الكهرباء تشوفوه ولا خايف يفصل البث؟ بدكم كمان ولا خلاص؟ فرجيكم تحت. اكتبوا لنا بدكم كمان ولا خلاص؟ ننزل لتحت؟ يا حبيبي لسه جوا فوق. متحف سفينة. هاي سفينة من السفن القديمة. خلص بكفي لهون. اعتبروا حالكم شفتوه اللي تحت. يا سلام. بعدين بتضيع بتضيع. والله بتضيع. مش عارف واحد حاله من وين يطلع. يا سفينة. هلا أكثر الناس ضايعين. نحن كنا ضيعين ضيعين مش ماشيين. اخ وان تو تري. من اطلع حيرتونا انتو. حيرتني بالشيب وهو وقار. اوه اكسكيوز مي. جايين نرقص بالسفن على حسب الريح. هاي سفينة متحف. هون كله كله المنطقة هاي كلها سفن متاحف. اللي بده يطلع هاي كله سفن حربية على سفن عادية. تعالوا تمشى بلاش فري. جماعتنا احنا جماعتنا العرب بكيفوا على الفري. ضلك قول له فري فري ملابس فري اكل فري رقص بيجي. اما تقول له بكلفك يقول لك لا يا عمي خليني عايش باحزاني احزاني وانساني ساني وانسى الدنيا. هي انساني وانسى الدنيا معاني. احنا في يور جوردن ستراند. هاي كمان السفينة طلعنا عليها. هاي المراوح. في حدا عنده شوبان؟ موديكم المراوح. في حدا؟ كم درجة الحرارة عندكم؟ خلني ابعث لكم مروحة من هدول. سواح وانا ماشي يا لي سواح. اي ابرا ايه اللي جرالي. هاي في سفينة صغيرة هيك عقد الايدين. مسنين وانا ماشي شوق وحنين. هاي فري. شوفوا جماعتنا فري. هاي مكتوب لكم فري فري ادميشن فري 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 فري. هاي المواعيد الساعة 11 للستة. باقي الايام 11 للستة كله ال 11 للستة فري فري. هاي صدقتوا ولا ما صدقتوا؟ Do you believe? Do you believe in God? هاي المروحة. في حدا شوبان؟ هاي المروحة أكبر. شوب نار. حبك نار. حبك نار. هذا عبد الحليم لما أغنية حبك نار كانت الدنيا بالصيف كانت مولعة. هو كان قصده الدنيا نار بس طلعت معه حبك نار. حبك نار والدنيا نار. فازا موزيت متحف السفينة الغارقة. في وتوقع في غواصات فيه مش عارف وين شفتها. في هون كله في سفن وحركات كلها سفن. والله بدنا ناكل بوظة يا جماعة الخير. الواحد شوب زي العنجد. درجة الحرارة 24 25 كثير. طمنوني اكتبوا لي كم درجات الحرارة عندكم. نار يا حبيبي نار حبك نار. خلاص في محل تاني على الزاوية هناك.
خلينا نكمل معكم الزاوية عند ستراند فيجن، المنطقة الأكثر جمالا. احنا راح ناخذكم على ستراند فيجن، هذيك المنطقة كتير حلوة. ممكن نركب القطار لوسط المدينة، فهي المنطقة كلها سياحية، كلها سواح. ليش العرب ما يجون على هاي الأماكن مع أنها مجانية؟ مشغولين بالمشاكل، بالطوش، بقصص الأطفال، قصص العائلات، مقضينها طول النهار، نجلب لما نفسنا المشاكل. احنا عايشين بشخصية الضحية طول الوقت، بدنا حدا يرقف علينا، بدنا حدا يحن علينا، من ابتزاز العاطفي مندور على حدا يقول لنا مسكين يا حرام، مندور عنا نقص عاطفي، بدنا حدا يشبع لنا اياه، بدنا حدا يحكي لنا بحبك كل يوم واكثر من كل يوم. فعنا مشكله في العاطفه، بنحب دائما نسمع كلام حلو، يا حلو ويا حلو حظي حلو انا شفت عيونك. فعنا مشكله بالعاطفه، ندور على الابتزاز العاطفي دائما. من تلاقي لك بنزلوا جماعتنا انا مسكين وانا بصر ايش، واللي بتعيط على الشاشه وعلى التيك توك عشان تجيب مزيد من المشاهدات عشان الناس يحزنوا عليها. يور جوردن ستوكهولم، هاي البطاط طاقه ايجابيه عند البط، هاي زي مالمو الطاقه الايجابيه تبعت مالمو. في عندهم حديقه البط والوز، هاي هربوا. هاي نورديسكا موزيت، شايفين هذا المتحف؟ هذا متحف الشمال، متحف النورديسكا. ناخذكم على حديقة الورد، حابين تشوفوا حديقة الورد والبحيرة اكتبوا لنا بالتعليقات قبل ما نروح على شو اسمه، على ستراند فيجن. إذا حابين نروح على حديقة الورد، الورد الورد كان بكامل ورد يا معلم، كان في اللي بالي بالك المكان، كان شفت العربية كلهم. إذا حابين نروح على حديقة الورد خبروني. الورد جميل جميل الورد، طلعت يا محلى نوري شمس الشمس. شو أخباركم يا بطاط؟ شو عاملين هون؟ وضعكم تمام؟ في حدا عنده مشاكل؟ دارة الهجرة لم شمل مشاكل سوسيال، إقامة، تسفير، تجديد جواز، حدا فيكم بيعاني؟ حدا فقد ولده؟ حدا فقد بنته؟ حدا عنده قضية شرف؟ حدا عنده بنت نشوز؟ زوج مجوز؟ امرأة تعاني من الحرية؟ ولد يعاني من الشذوذ؟ أب يعاني من الإباحية؟ أم تعاني من الانسلاخية؟ زعلانين؟ في حدا زعلكو؟ تعانوا من الغضب؟ تعانوا من المشاكل العائلية؟ في عندكم مشاكل عائلية؟ جوعانين؟ شبعانين؟ خذ بطة. والله يا أخوي احنا لو بطة عنا بالدار ما بناكلها. أنا مرة غلطت، دائما أروح أجيب دجاجة طلعت معي زي هيك بطة، طلعت دك دك أمكو. شو مالك زعلانة؟ ولا حدا أكل بالبيت، مش متعودين على البط. احنا متعودين على الدقاق، عنا دقاقة بالتلاقة. الدقاقة بالتلاقة. بدي أخذكم حديقة الورد، فرجيكم الورد، شو رأيكم؟ خلنا نقولكم على حديقة الورد. هنا في مطعم قاعدة رهيبة، الدقاقة بالتلاقة. هاي متحف الفازا، ما شاء الله طوابير الناس. خلاص نقبل شوية أصدقاء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيف حالك؟ حبيبي أبو محمد كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. والله الحمد لله، كنت أتمشى شوية أسولف مع البط، شايفني؟ والله يا صاحبي انت كبير كبير حبيب. يا صاحبي الله يسعدك يا رب. الله حييك. بنضلنا يعني بنضلنا الانسان سبحان الله يا اخي بضعف بضعف في هاي الحياه، الانسان بضعف.
هاي طبيعة الإنسان، بس الاستسلام مو حلو. الاستسلام 100% حقك صحيح. أنت رب العالمين يعني، قال لك لا تقنطوا من رحمة الله، من رحمة الله. صحيح. إخواننا العرب دائما بيحكوا عن المشاكل يعني، وكأنه إنه فيش حدا عنده مشاكل. كلنا عندنا مشاكل، اللي مرته مغلبيته، واللي ابنه مغلبه، واللي مش، واللي مديون. صحيح. صاحبي اللي مش عاجب صاحبي اللي مش عاجبته اوروبا والديمقراطيه في اوروبا والعمل في اوروبا، يروح يقعد في الصحراء في بلادنا العربيه. والله العظيم يقعد والله لو يروح الا اذا واحد وضعه المادي كويس. اي واحد، انا كنت والله اليوم حتى بدي اسال سؤال، بدي اقول اخواننا العرب، انا بسمع عائلات عرب كثير تركوا السويد، بدي اسالهم سؤال، هل انتم سعداء في البلد الجديد؟ ان كان سافرتوا على المانيا، على هولندا، على بريطانيا، في تحديات يعني. اللي خرج من السويد بسبب تحدي الاطفال راح على المانيا، عنده تحدي اللغه، عنده تحدي في عنصريه في بعض المدن في المانيا. اللي راح حتى على مصر لسه بده يبدا مشروع، مش راح يرضى يعني. واحد عايش بالسويد بياخذ له 2000 دولار او 3000 دولار او 1500 دولار، بده يروح، بده يروح على مصر يشتغل ب 300 دولار او 200 دولار او 100 دولار، مستحيل. على الفاضي، اللي تعود، اللي تعود على حياه نعيم ومستوى معيشه معين، صعب انه يرجع للخلف. ايوه، يبلش من الصفر تقريبا. وثقافه جديده، وحياه جديده، ومواصلات جديده، وشوارع جديده. ف صحيح. بعدين في في شغله نقطع عليك، في شغله المغتربين لما يروحوا على بلادهم، نعم، هسه جميعهم بنظروا لهم انه عباره عن بنك، بنك مصاري. مزبوط. الجميع بصير يشتغل له، الجميع بصير بده يكسب من هالبنك هذا. ايوه، طالبين يكسب منه، عشينا على حسابك، ما انت جاي من السويد، غدينا حساب، فطرنا على حسابك. شوي شوي بجروا اجروا، شوي 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 تاي يلك حاله، لا ايد قدام وايد ورا، بصير يتمنى يرد يرجع مره ثانيه يتغرب. مظبوط. عادة مزبوط. وحتى الفرص، الفرص الاقتصادية في بلداننا العربية، نعم، لساتها يعني متضعضعة أكثر من أوروبا. ليش؟ صحيح. لأنه إحنا يعني علمك كنا في انت في في أيام الانتداب، نعم، في مرحلة انتداب، محتلين لازلنا. صحيح. يعني مش الغرب اللي بحكمنا، بحكمونا في أيدي ثانية. صحيح. هلا وين انت عايش صحيح؟ انا عايش في فلسطين. فلسطين، حياك. وين، باي مدينة؟ نابلس. نابلس ما شاء الله، جبل النار. جبل النار. عندي صديق والله لحام هون عندنا منطقة شهر هرمين، هلا بتوقع هو بنابلس لانه شفته بنزل صور. نابلس جميلة جدا يعني، في احياء، انا بحب الاحياء القديمة، بحب المناطق القديمة. نابلس مرتبة والله. نابلس، شوف حبيب. بلادنا، بلادنا كفلسطين، المستوى المعيشي فيها يعني لو بدنا نقارنها في دول عربية عندها جيش وعندها مقومات الحياة، فلسطين والله أنها يعني متطورة وفي المرتبة الأولى في الحداثة وفي في الخدمات العامة وفي كل شيء. يعني بتلك بلدية، بلدية بلدية في مثلا كرة نابلس مثلا بتشتغل، نعم، شغل احسن من بلديه عمان. نعم. تفتح طرق، تفتح، بتساوي بنيه تحتيه، كهرباء، مية، خدمات. حلو. يعني بيشتغلوا، ربنا الله، رغم انهم تحت الاحتلال. حلو كثير. شو رايك بالاماكن هاي؟ فرجيكم هذا المكان. ما شاء الله روعه. طلعت روعه. نعم، مية وفي وجه حسن يا صاحبي. والله هون الاماكن هاي، ستراند فيجن هاي من اجمل الاماكن في ستوكهولم يعني، منطقه ما شاء الله كلها بحيرات، كلها، بس اخواننا العرب ما بيطلع، ما بشوفه، او حتى لما يطلع بيقول لك هلا بدي اروح، او اليوم يعني يوم واحد بالسنه بصير احسب لك اياه، بقول لك ما هي يوم واحد بس صيف يا اخي، خلص يوم واحد انبسط فيه. ما انت شو بدك، عندك حلول بديله. هسه انا لو يعطوني عرض مثلا راتب اعلى وميزات احسن بترك، بس ما بترك يعني انه كنت اقول لك انه واحد بترك مكان نوعا ما حياته مستقره بروح على مكان تعبان اكثر منه، المشكله بصير عاني. لا طبعا، يبقى فيش فيه عقل اللي يعني الواحد بتقدم له قدام، بعدين الواحد كل يوم بنقص من عمره، الواحد طبعاً. يعني خسر كثير من عمره ومن وقته. مظبوط.
هي البلد نوعا ما تغيرت وبخلال السنتين الأخرانيات، بس مو كل الناس تأثرت على فكرة، يعني مو كل الناس، يعني في ناس كبار بالعمر، هو جاي متقاعد هو زوجته، هذا مش مفكر بقصة الأولاد كتير، إلا هو قلقان على الأشياء اللي بشوفها، أو شباب عزابية، الشاب العزابي بالله عليك بده يتابع مثلا طول الوقت مشاكل السوسيال والأطفال، فيعني مش كل الناس تأثرت في هاي القصة، بس العائلات بيني وبينك والله كتير عائلات تركوا السويد، عائلات عدد كبير اللي راعى بريطانيا، اللي راعى ألمانيا، اللي راعى مصر، في ناس كتير راحت بسبب الخوف، يعني ما خططت. صح صح، في مثل شو بقول لك، الخيل من خيالها يا صاحبي، الخيل من خيالها. هسه قطع الاتصال. الو، تحية للجميع. أخوي أبو محمد، هاي شباب، طبعا من الناقش اللي هو الاغتراب وما بتقدمه السويد للجالية العربية. طبعا ميزات كثيرة بيستفيد منها المواطن العربي في بلاد الاغتراب، من تأمين صحي، من ضمان اجتماعي، من تطوير الذات. يعني مناش ننكر دول الغرب في تنمية المواطن العربي وتطويره، حتى أي تساؤل من الشباب احنا حاضرين.